الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة التخطيط في العراق تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم الشهري خلال شهر شباط الماضي بالمقارنة مع شهر كانون الذي سبقه. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن هيئة الأحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رصدت ارتفاعا بمعدل التضخم خلال شهر شباط الماضي بنسبة 0.3% مقارنة مع شهر كانون الثاني الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0.4% بالمقارنة مع الشهر الأخير من السنة الماضية 2023. كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق أن عجز موازنة العام الحالي زاد على 20 تريليون عن موازنة العام السابق. وقال عضو اللجنة جمال كوتشار إن موازنة عام 2024 تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 84 تريليون، منوها إلى أن الرواتب وبحسب وزير التخطيط سوف تبلغ 100 تريليوني دينار، وهو مبلغ كبير جدا على حد تعبيره. أعلنت هيئة النزاهة رصد ملكاتها هدرا للمال العام بمشروع ناهزت كلفته 33 مليار دينار في محافظة كربلاء. وذكرت الهيئة أنها كشفت هدرا للمال العام نجم عن مخالفات رافقت تنفيذ مشروع ماء الهندية الجديد الذي أبرمته المديرية العامة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مع شركتي مقاولات عامة بأكثر من 32 مليار دينار، مبينة أنه تم استلام المشروع استلاما نهائيا على الرغم من عدم اكتمال فقراته ومخالفته الشروط التقاعدية، الأمر الذي نجم عنه حدوث هدر في المال العام. قال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف إن الدولة اللبنانية ومؤسساتها مسؤولة عن تبديد ما يزيد عن 121 مليار دولار من أصل 124 مليار دولار كانت مودعة في المصارف عشية 17 من شهر تشرين الأول عام 2019. وأضاف خلف أن خسائر مصرف لبنان حتى سنة 2020 بلغت 51 مليار دولار، وهي من مسؤولية الدولة بحسب المادة 113 من قانون النقد والتسليف، مشيرا إلى أن دين الدولة المستحق لمصرف لبنان هو 16 مليار و500 مليون دولار. حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي من أن الدين العام سيرتفع من 97% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 116% بحلول عام 2034، وهي نسبة أعلى حتى مما كانت عليه في الحرب العالمية الثانية. ووصفت الوكالة توقعات الكونغرس الصادرة في وقت سابق من العام الجاري بأنها وردية، مشيرة إلى أنه وفقا لأسعار الفائدة الحالية فإن نسبة الدين سوف ترتفع إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2034. والآن مع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي ومع أسعار المعادن.
ختام الموجز للقاء.